مساء الخير وأهلا بيكم في طريق جديد من طريقي. النهاردة إن شاء الله تعالى هنبدأ الطريق من الأرض الطيبة طيبة وناسها طيبين الأقصر الحبيبة. أتكلم فيها عن ملف أكثر من مهم، ملف الزراعة في طيبة الحبيبة وكل ما يخص عظماء مصر وأهالينا في الأقصر من في الزراعة. أتكلم فيها عن السماد، وهنتكلم فيها كمان مع ضيفي الكريم عن المشروعات القومية اللي هي موجودة هناك، الثروة الحيوانية، الكارت الذكي، تحديات الزراعة، خصوصا ان الأقصر الحبيبة ليها كمان ظهير صحراوي قوي جدا، الزراعات التصدرية والعنب بتاعها اللي هو بيتصدر، ده أشهر حاجة موجودة في بريطانيا. كمان قصب السكر، الحدوتة المصرية، إحدى قلاع زراع قصب السكر في الصعيد محافظة الأقصر. وصلنا لحد فين في التوريدات بتاعة القمح؟ الشيء بالشيء يذكر اللي هقوله ده جه في بالي دلوقتي، والله كنت سامع من حوالي 3-4 أيام كده، سمعت تقرير معمول في إحدى القنوات عن توريد الفلاحين للقمح. فكان التقرير المراسل من بيسأل واحد من أهالينا من الأقصر، هتورد القمح لمين؟ فكان في استهجان طيب كده واستغراب طيب من المحترم المزارع الأقصري، كان بيكلم المراسل بغرابة كده، بيقول له يعني أورده لمين؟ أنا أكيد هورده للحكومة، ده أنا لو مش مزارع ومش هورده للحكومة هشتري قمح وأورده للحكومة لأنها مني ليها ليا. يعني فيها قمة الإعجاز والله إنك أنت تتكلم بإخلاص وحمي عن هذا البلد الأقصر الحبيبة كل ما يخص ملف الزراعة، مع أول ظهور لضيفي الكريم مهندس رفعت عيد وكيل وزارة الزراعة بالأقصر، نتكلم فيها عن الملف وكل ما يشمل هذا القطاع الأكثر من مهم الذي هم الأمن الغذائي المصري. مشرفنا النهاردة في طريقي وكيل وزارة الزراعة بالأقصر. تحياتي ليك يا باشمهندس، وكل سنة وحضرتك طيب، وألف ألف مبروك بالصحة والسلامة، وربنا يعينك يا رب إن شاء الله تعالى كده، وتكون بداية مشرقة وطريق وشه حلو من مصر الخضراء ومصر الزراعية عند أهالينا الطيبين في الأقصر. يا رب يا رب. حضرتك كده بقالك قد إيه متولي كده المهام؟ أنا كلفت بالمهمة دي تقريبا من شهر. ده قريب خالص يعني كده، دي البداية إن شاء الله تعالى وبداية طريق. طيب ممكن يعني نستعرض كده السي في بتاع حضرتك كده في خطوط عريضة؟ أنا طبعا خريج زراعة القاهرة فرع الفيوم سنة 85. أول ما خلصت الجيش استلمت العمل في شركة وجه إبل الزراعية سنة 87، في 1987 قعدت في الشركة لغاية 90، وعملت نقل لمديرية الزراعة في بني سويف سنة 90، وبعد كده سافرت السعودية اشتغلت في مزارع القمح، خدنا خبرة جيدة جدا في زراعة القمح وحفر الأبار والبيفت وكل متعلقات زراعة القمح بالطرق الحديثة. وبعد كده رجعنا بقى لمديرية الزراعة، اشتغلت في جميع الأقسام الحمد لله، اشتغلت في الشؤون الزراعية أيام فك الحصر الحيازي في 97، اشتغلت في الإرشاد، اشتغلت في الإنتاج الحيواني، اشتغلت في حماية أراضي، بفضل الله اشتغلت في كل الإدارات داخل مديرية الزراعة. كل مكان بيسقي الخبرة أكيد طبعا. أكيد طبعا. وعشان كده لما كلفت مدير عام إدارة الوسطى الزراعية الحمد لله كانت لدي من الخبرة يعني خط التجربة بنجاح بفضل الله تعالى. ربنا يكتب لك الخير، وان شاء الله تعالى عند اهالينا كمان يضاف للسي في بتاع حضرتك نجاحات تانية، لان هم الصراحه بيساعدونا على ده طبعا، وكل اهالي مصر طبعا وكل الفلاحين والمزارعين يعني طبعا. على ذكر حضرتك قلت لي القمح، نبدا بهذه الحدوته الجميله اللي هي يعني بتاعه الموسم السنه دي طبعا. وموسم السنه دي مختلف، لان يعني في وطنيه كالعاده يعني، لكن كان زاد كمان الناس الحميه بتاعتها انها تورد القمح للحكومه، لان زي ما انا قلت ودي حاجة أنا شفتها بعيني ففرحت والله، أنا هورد القمح مني للحكومة لأنه راجع لي تاني. فدي الجملة دي يعني فيها إسقاطات كتيرة لحاجات كتيرة، كيف ترى توريد القمح في محافظة الأقصر كان ماشي إزاي؟ والله توريد القمح في الأقصر ماشي بطريقة كويسة جدا، ولغاية دلوقتي محققين كمية توريد كويسة جدا. تم توريد حتى الآن 25,500 أرداب في مطحن إسنا وفي مطحن أرمنت، يعني وصلنا دلوقتي ل 64%
من المستهدف. احنا الأقصر زارعين 24200 فدان قمح يعني، والحمد لله محققين، ولغايه دلوقتي في توريد يعني، لغايه دلوقتي في توريد الإدارة الزراعية، المديرية الزراعة والإدارات الزراعية والجمعيات الزراعية بتشجع الفلاح على التوريد، والناس مستجيبة، والحمد لله إن شاء الله هنحقق المستهدف المطلوب مننا بإذن الله. الكلمة الناس مستجيبة دي لازم نقف عندها كده، لأن أنت السنة دي كمان لقيت حضرتك بخبرتك في بني سويف وكل أهالينا والله، لقيت في استجابة غير بعض ما قيل، أنه تشكيك في أن لا الناس مش هتورد تبيع للتاجر بسبب التسهيلات والحوافز اللي قدمتها الحكومة. لا طبعا ده السنة دي السيد الرئيس الجمهورية جاب سعر إضافي للقمح، يعني القمح السنة دي مجزي. صحيح. توريد يعني السعر مجزي جدا للفلاح. فده شجع اللي الفلاح يورط. صحيح. لا وفي حس وطني، الناس يعني بفضل الله يعني ده حاجة هترجع لهم. حاجة هترجع لهم. فلا التشكيك في عملية التوريد، لا احنا وصلنا لغاية دلوقتي حوالي 64% من المساعدة، وبتقولي مستمرين كمان، مستمرين على كل ما حصادي بيطلع بيتورد. ما كانش فيه تحديات، ما كانش فيه مشاكل، او لو في مشاكل اتغلبتوا عليها؟ لا ما فيش مشاكل بفضل الله، يعني الناس بتورد لغاية دلوقتي، واللجان بتشجع الفلاح على التوريد، والناس مستجيبة والحمد لله. يعني احنا وصلنا لحوالي يعني 64% من المستهدف. خريطة محافظة الأقصر الزراعية، حضرتك طبعا بحكم المعايشة وانك واحد من آل البيت زي ما بيقولوا زراعي، يعني من حيث الكلية والممارسة الفعلية، وبني سويف والصعيد طبيعي متهيألي قريبين من بعض. أشهر الزراعات اللي موجودة في الأقصر؟ والله الأقصر مشهورة بزراعة القصب. القصب بيمثل بتزرع 68,000 فدان، ده بتمثل 46% من مساحة المحافظة. 46 وده رقم كبير. كبير طبعا. صحيح. طبعا كبير. المحصول الثاني كان القمح، واخد بال حضرتك؟ القمح زرعنا حوالي 24,200 فدان. بيليه بقى بعض المحاصيل زي الطماطم. الطماطم الأقصر بتشتهر بالطماطم، وخصوصا العروة الشتو. تزرع حوالي 12,200 فدان، 12,200 فدان طماطم في العروة الشتو، بتتركز في العروة الشتو. وطبعا بعض المحاصيل طبعا زي الموز. الموز حوالي 6,400 فدان، وبتشتهر المحافظة بالموز جيد، يعني موز نوعيته جيدة، واخد بال سعادتك؟ وطبعا المانجو والعنب، ففيها محاصيل متنوعة. يعني بما انك يعني رقم واحد تصدر المشهد، القصب السكر، ما هي الاقصر ومحافظات قينا والصعيد، ووجود كمان مصانع هناك ليها، نتكلم عن الحدوته دي. فضل. يعني التحديات بتاعه زراعه قصب السكر والسعر العادل وسعر الضمان ومشاكلهم، والخطه بتاعه حضرتك او فيما يتمثل في المديريه. انا عارف ان لسه حضرتك في قرارات اكيد هتتاخد يعني، وتقعد مع الناس كطبيعتك يعني، ايه بقى الخطه اللي واهم تحدي لهم؟ سعادتك اللي احنا قايمين عليه وبنعمل عليه ندوات ارشاديه وكده، زراعه القصب بالشتلات. لان ده له مميزات كتيره جدا، وبيلاقي دعم من الدوله، بيوفر وقت في وقت الزراعه. بيدي خلفات كويسه. النمو نفسه بيكون خالي من الأمراض الفطرية، لأن الشتلة بتتعامل بالمبيدات الفطرية. ففي مميزات كتير، حتى الدولة بتساعد اللي بيزرع بالشتلات، بتديله حافز. يعني قسم المحاصيل السكرية، مجلس المحاصيل السكرية مع مصانع السكر، بتصرف للمزارع اللي يزرع شتلة وأصناف معينة اللي هي جيزة 4 وجيزة 3، بتصرف له 4,500 جنيه للفدان. بس بشرط أن يزرع قبل 10/4 في الميعاد، يزرع قبل 10/4، واخد بس عادتك؟ فدي ولازم يزرع بالطريقة اللي هي المثلى، اللي هي الخطوط بين الخط والخط متر و10 سنتي. فبيلاقي دعم كويس جدا، بيلاقي دعم كويس جدا لجيزة 3 وجيزة 4. بس هو الصنف اللي سيد هناك دلوقتي المزارعين بيزرعوه سين 9.
سين 9 9 دلوقتي احنا قايمين بنعمل ندوات ارشاديه وحقول ارشاديه واخد بس سعادتك على اساس ننشر الوعي الزراعه بالشتلات وعلى الري بالتنقيط. لان انت حضرتك عارف ان القصب بياخد كميه ميه كبيره. صحيح. يعني بياخد حوالي من 17 ل 20 ريه في السنه. كميه من 10 ل 12 الف متر مكعب. وده رقم احنا محتاجينه. محتاجينه بالظبط. فالري بالتنقيط لو المزارع اتجه ليه هيوفر حوالي يعني لا يزيد عن 6000 متر في السنه. من 12000 متر للري بالغمر. وبخبرتك شايف ان شاء الله اهالينا هيستجيبوا؟ لا بيستجيبوا طبعا للحافز. ومتهيألي النوع الجديد او الصنف الجديد اكيد فيه مزايا طبعا عشان خاطر مركز البحوث ما بيطلعش الانتاجية. حاجه اللي عليها تجارب انتاجيه اعلى سعادتك. نسبه الحلى فيه او السكر فيه اعلى طبعا. الانتاجيه اعلى، نسبه السكر عاليه، مقاومته للامراض يعني كويسه لانه مزروع بشتلات ومتعلق. ده محطوط في الخطه عند حضرتك ان هي تكثيف الارشاد بالنسبه للمزارعين. طبعا. طب وزياده كمان المساحه المنزرعه؟ طبعا الأرض. احنا بنزرع 68000 فدان دلوقتي. هو يعني متطلعين للزياده؟ طبعا قابله للزياده. صحيح. طبعا قابله للزياده. نعم. الطماطم ومصانع تجفيف الطماطم اللي هي بتتصدر كمان بره، وحضرتك ده هو تعظيم الفايده اللي هي وجود مصانع في جنب الزراعات بيعظم الفايده منها، بيقلل كمان الفاقد والمستهلك. نعم. منها حضرتك شايف احنا وصلنا لحد فين في الاقصر او يعني هذه الزراعه؟ انا بدي خطوط عريضه لان. نعم. حضرتك لسه يعني كتر. نعم. خيرك كده احنا بنتكلم في شهر. نعم. فاكيد الاسئله تكون منطقيه يعني تتناسب مع المده الزمنيه، ولكن ما يدور في خلدك او الخطه. نعم. يعني ماشيه ازاي؟ والله شوف الاقصر بتشتهر بزراعه الطماطم خصوصا في اسنا وارمنت. وعندهم بيبقى محصول وفير جدا. اتعملت محطتين، محطه في اسنا ومحطه في الاقصر. محطه الشهيد ماجد صالح دي في اسنا، ودي بتجفف الطماطم وبتصدق طماطم وفلفل، يعني هي بتصدر بتجفف الطماطم وبتخلي الفلفل بنوعيه جيده جدا لدرجه انه بيتصدر للخليج والجنوب افريقيا. واخد بال حضرتك؟ ومشغله عماله كتير، يعني مشغله عماله كتير، وطبعا بتساعد الفلاح، بيبقى المحاصيل التعاقديه بتعاقد على الطماطم. صحيح. بحيث انه يبقى السعر عادل وضامن. عادل وضامن المزارع. ضامن السعر. صحيح. ففيه محطتين ومحطة تانية في الأقصر برضو خاصة بفرز وتعبئة المانجو والفواكه والطماطم، برضو بتجفف الطماطم وكده. والعنب مهم جدا. ده العنب في بريطانيا بيطلب بالاسم زي يقول لك الرمان البدراوي اللي هي تبع البداري اسيوط، الرمان بتاع الساحل ده، العنب بتاع الاقصر ده قصه ثانيه خالص. احنا بنقرا بنفرح والله بالتواصل ده. هي فعلا اسيوط مشهوره بالرمان، الرمان المنفلوطي الساحل البداري. نعم. عن الاقصر كمان مشهوره بالعنب. بالعنب والموز والمانجو. واخد بالك؟ فيعني الامور ميسر الحمد لله في الاقصر وامور ماشيه كويس. طيب هستثمر وجود حضرتك معايا، تعال نعد المزايا اللي موجوده هناك. لما يكون في مطار دولي في الاقصر، لما يكون قربها من البحر الاحمر، فمقرب مواني البحر الاحمر يعني. نعم. مسافه قريبه نوعا ما، ده ايه عظم الفايده في ايه؟ ويخليني انا كمستثمر اجي الاقصر اعمل ايه بالظبط؟ طبعا بتشجع على تصدير المحاصيل. يعني قرب المواني من البحر الاحمر بتشجع. انت عارف حضرتك الخضروات يعني حتى لو الطازه بيبقى لها فتره مده لازم ما تطولش عن حاجه معينه. فوجود مطار في الاقصر وقربها من مواني البحر الاحمر طبعا بيساعد المصدر. صحيح. بيساعد المصدر على ان حاجته توصل بسرعه للمستورد. والمطار، فدي وجود المطار طبعا. طيب. الزراعات الجديده اللي حضرتك حابب ان تلاقيها في الاقصر، لما قريت الخريطه الزراعيه بتاعتها يعني، او نكثف منها او نعظم الفايده بتاعتها، او يعني والله هو مهتم بيها اكتر كمان. والله هم مهتمين بزراعه القصب عشان طبعا حضرتك عارف وجود ثلاث مصانع حوالين الاقصر. يعني مصنع ايدفو. ايدفو طبعا. ومصنع ارمنت. ومصنع اوس. اوس اوس في هنا. بالظبط كده. طبعا الاقصر بتورد للثلاث مصانع دول حوالي مليون و800 الف طن في السنه. مليون و800 الف طن. صحيح. في السنه. واخد بال حضرتك؟
فهم مركزين على على القصب، والقصب بالنسبة لهم مربح. القصب يعني انت عندك مجلس المحاصيل السكرية بيساعد الفلاح في عمليات ما قبل الزراعة ب60% من تكلفة العمليات دي، فده بيشجع بزيادة كمان. طبعا انت معلكش ريسك ولا ضغط، ان المساحة بتزيد. يعني اذا كانت عملية حرت اللي هي وشين وحرت تحت تربة وتسوية بالليزر، دي لازم تتعمل قبل زراعة القمح. طبعا التلات عمليات دول بيكلفوا 1100 جنيه للفدان. للفدان فبيدفعها مجلس المحاصيل السكرية. مجلس المحاصيل السكرية بيدفع منها 600 جنيه. ودي بتمثل 60% من التكلفة. صحيح. بالإضافة للتشجيع للشتلات اللي هي الأصناف جيزة 3 وجيزة 4 بيدعموها ب 4700 جنيه للفدان. سؤال هو يعني بترتيب الأحداث كنت قلته الأول، اللي هو أول قرار حضرتك خدته أو في بالك أنك تاخده لما وصلت هناك المدرية يعني. والله أنا كل همي إن شاء الله أن نوفر للمزارع الأسمدة. الأسمدة دي عامل صحيح. مهم جدا جدا جدا. صحيح. وإن شاء الله يعني باتصالنا بالجمعية المركزية وجمعيات المشتركة والناس متجاوبين جدا، ولغاية هذه اللحظة بفضل الله مفيش شكوى من توفير الأسمدة. توفير الأسمدة. وطبعا عمليات بنعمل ندوات إرشادية سعادتك عشان يعني نخلي الفلاح في موضوع التطوير المائي والتحديث والري الحديث. الري الحديث صحيح. ان شاء الله دي الخطوه اللي جايه واللي احنا مكثفين العمل عليها في الندوات الارشاديه. مع القعده معاهم في خلال الشهر الماضي حضرتك قالوا لك حكوا لك مشاكلهم تاني، ودي طبيعي بما ان منطق حياه، في حياه ففي عيشه ففي مشاكل ففي تتحل ان شاء الله تعالى. ايه ابرز التحديات اللي هناك؟ التحديات هي كانت الاسمده، والحمد لله دلوقتي يعني الفترة اللي فاتت كان فيه نقص في الأسمدة لمشاكل معينة مع الجمعية العامة وكده، اتحلت المشاكل دي وبفضل الله الأسمدة نزلت الجمعيات والبنوك. بنك التنمية عنده الأسمدة، الجمعيات المحلية فيها الأسمدة ومتوفرة، وبدأنا نصرف الصيفي للمزارعين. دي كانت الشكوى العامة، وكل الشكاوى بتجينا هي كانت في موضوع أول ما أنا ما جيت كانت الشكوى من الأسمدة، والحمد لله توفرت دلوقتي وخلاص ما فيش شكوى. نشارك أهالينا معانا، مشرفنا بالاتصال مهندس عادل زيدان مطور زراعي من أهالينا من الأقصر. أهلا بيك يا باشمهندس. يا أهلا بيك يا طبيعي، إزاي حضرتك؟ ربنا يبارك فيك. بشكرك وبشكر ضيفك الكريم ويا رب موفق دايما يا فندم. تحياتي ليك. احنا لما كنا معانا على رأس القائمة يعني وكيل وزارة الزراعة بالأسرة، حضرتك يعني مستثمر زراعي هناك، فحابب برضو جزء المعايشة إذا كان في تحديات أو في طلبات مشروعة يكون في تواصل كده إن شاء الله تعالى. أبرز حضرتك التحديات اللي انت قابلتها هناك أو التسهيلات اللي شفتها عند في محافظة الأسرة فندم. والله يا فندم بدءا بدء احب طبعا احيي معالي الوزير، ربنا يا رب يديه الصحه ويبارك فيه. الحقيقه كل العاملين في وزاره الزراعه في الاقصر كلهم بيسهلوا لنا كل العقبات في سبيل ان احنا نحقق اهداف التنميه المستدامه في محافظه الاقصر وفي الصعيد كله. طبعا انت سيادتك عارف كويس جدا ان السيد الرئيس مهتم جدا 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 بتوجيهاته لتنمية الصعيد بشكل عام بشكل خاص وتنمية مصر كلها بشكل عام. فالحقيقة في توجيه من سيادة الرئيس ومن معالي وزير الزراعة ومن السيدة والسادة وكلاء الوزارة على رأسهم معالي وكيل الوزارة ضيف سيادتك، إن أهم حاجة إنهم يساعدوا المزارعين ويساعدوا الناس اللي بتستصلح أراضي جديدة بإنهم يوفروا لهم كل حاجة تخليهم يشتغلوا ويأثروا لهم كل العقبات، من ضمنها حتى موضوع الزراعات التعاقديه. يمكن من اهم الحاجات اللي شفتها هناك ان هم جينا في زراعه الذره قالوا لنا تعالوا خدوا البذور من عندنا واحنا هنتعاقد. مشروعات حضرتك ايه يا باشمهندس؟ مشروعات حضرتك ايه اللي هي مقامه في الاقصر؟ المشروعات طبعا واخدين ارض في زمام مدينه ارمنت، تحديدا قريه المحاميد الابليه. زرعنا بفضل الله هناك، احنا بنزرع طماطم على الابار والطاقه الشمسيه، زرعنا طماطم الدوره اللي فاتت. والحقيقه كنا استعنا ب
الجمعيه الزراعيه اللي جنبينا ووفروا لنا، انت عارف سيادتك، الناس اللي في اسنا وفي الاقصر يعني زي ما بيقولوا كده حريف زراعه الطماطم طبعا. فالناس اللي في الجمعيه الزراعيه هناك كل الناس اللي موجودين الحقيقه ساعدونا احنا. انا طبعا من وجه بحري ورحت استثمرت وزرعت هناك. الناس اللي موجوده هناك كلهم ساعدونا، وقفوا جنبنا وفروا لنا كل حاجه. طبعا مكان ارشاد زراعي، وكانوا بيزورونا واحنا بنزرع الطماطم ويشوفوا لو في اي حاجه عندنا بيقولوا لنا دي تاخد المبيد الفلاني، دي تاخد الدواء الفلاني، الرايات لازم تنتظم عشان الخبره هنا. الخبره صحيح. الحقيقه كانوا ساعدونا والحمد لله ربنا من علينا في محصول الطماطم السنه دي، وكان في توفيق من الله كبير كبير يعني بفضل ربنا سبحانه وتعالى، ثم معاونه الساده القائمين على جمعيه طيب زراعيه. في طلبات معينه حضرتك طالبها واحنا معانا يعني وكيل وزاره الزراعه بالاقصر باشمهندس رفعت، حابب في اسئله او في طلبات حضرتك حابب تطلبها منه؟ لا والله يا فندم، احنا طبعا احنا ما لناش اي طلبات غير ان الناس يعني يبقى في مزيد من التعاون. وانا على حسب معلوماتي ان السيد وكيل الوزاره معين من شهرين هناك، واعرف انه كان ليه باع كبير في بني سويف، وراجل يعني معروف عنه ان هو راجل بيساعد الناس كلها. فنتمنى اللي كان معمول في بني سويف يتعمل في في في, في الاقصر، وان شاء الله باذن الله يعني نتمنى ان احنا نشرب بمقابله معاليه ويشرفنا يزور الحقل بتاعنا ويشوف اذا كان نقدر نستفيد من التسهيلات اللي بتقدمها الوزاره في الزراعات التعاقديه، يبقى ده شرف عظيم لنا يعني. ان شاء الله تعالى ربنا يكتب لك الخير باذن الله، ويعني ربنا يطرح لك في البركه باذن الله. وهو بيتكلم كده بحميه وعلى التسهيلات وعن اهالينا هناك بطبعهم اللي هو التعاون ان شاء الله. شكرا باشمهندس. لا شكرا لك، شكرا ليك. هرجع تاني لمشروع الري الحديث. نعم. وهو ده يعني احدى اهتمامات الدوله، وكمان المبادره بدأ من صاحب الفخامه فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي. احنا وصلنا فيها لحد فين هناك، او يعني الرؤى بتاعت حضرتك هنقل ان شاء الله تعالى هيتم باذن الله؟ والله احنا عملنا ندوات ارشاديه، استضفنا المزارعين عشان نبصرهم بأهمية تبطين المسائي وأهمية تنفيذ الري المتطور. واخد بال حضرتك؟ والله لاقيين استجابة رهيبة من الناس. الحمد لله. واحنا هنبدأ في يعني مركز الزينية. واخد بال حضرتك؟ دي كبداية. والناس مستجيبة، وإن شاء الله هيبقى فيها يعني وفر للمية، وفي نفس الوقت توفير جهد للفلاح. يعني انت لما بتشتغل ري متطور بتوفر على المزارع مكنه بيسحبها، ايوه، بتوفر على المزارع ديزل وزيت، بتوفر على المزارع مجهود وعمره ماكينه، بتوفر على المجهود ده، مجرد المحبس بيبقى على راس الغيط، بتفتح بينزل لك الميه. صحيح. منه وفرت البخر، منه وفرت مساحات المسائي. طبعا ردم المسائي هيوفر طرق. صحيح. وهيوفر صحيح. جوانب المساحات لجوانب الارض الزراعيه للفلاح. صحيح. يقدر يستغلها في اي حاجه. عشان كده الناس متحمسه للمشروع قوي، وحتى على مستوى الزراعي نفسه بيوفر زي ما حضرتك بتقول اللي هو الاسمده اللي هي بتتحط في بالنسبه للزرعه. او التربه نفسها. صحيح. يعني هم بداوا يستوعبوا ده، بداوا في تفعيل لده. نعم. ان شاء الله تعالى حضرتك بدات الحمد لله مكثفين مجهوداتنا. قسم الـ الاراضي الجديده بالتعاون مع التوجيه المائي. عاملين ندوات، اخر ندوه كانت في بيت العمده في ارمنت، في احدى قرى ارمنت. ده الكلام ده من يومين، واخد بس سعادتك. وان شاء الله الناس مستجيبه، وان شاء الله المشروع هيلاقي نجاح قوي في الاقصر ان شاء الله. الاقصر ليها ظهير صحراوي يعني لازم نستغله استغلال امثل كده. نعم. حضرتك برضو رؤيتك في الظهير الصحراوي نعمل ايه، او نشجع الناس تستثمر فيه ازاي يعني؟ هو الظهير الصحراوي سعادتك اللي هي اراضي الاستصلاح لغايه دلوقتي حوالي 23,000 فدان. دي بتتزرع في الغالب الطماطم. دي بتتزرع في الغالب بالطماطم. وفي الشتاء بيحملوا عليها بعض على خطوط الطماطم زراعات القمح.
واخد بس سعادتك، فهم مستغلين احسن استغلال. دلوقتي فيه مبادره في تبع التغيرات المناخيه سعادتك، عاملينها في 5 قرى في الاقصر، عباره عن استبدال ماكينات الري او سواء تشتغل بالديزل او بالكهرباء بالطاقه الشمسيه. والمبادرة دي الحمد لله جاية من مبادرة تبع التغيرات المناخية، وإن شاء الله شغالين فيها، وبإذن الله الناس لما تشوف التجربة نجحت إن شاء الله هتبدأ تتعمم يعني. تمام. هيبقى فيها وفر كتير على المزارع، سواء بالمكنة هيستغنى عنها أو الكهرباء هيستغنى عنها، وهتشتغل بالطاقة النظيفة. القرى دي في مراكز مختلفة ولا في مثلا بتتخذ في مركز؟ مركزين سعادتك في مركز أرمنت. أرمنت هي كتجربة. أسماء القرى في بال حضرتك دلوقتي؟ لا مش هم في 5 قرى. من حسن مبدأ في مركز أرمنت 45 موقع سعادتك، مختارين 45 موقع في 5 قرى في أرمنت. اللي دلوقتي اللي عايز يعرف الخطه او الجدول الزمني بتاعها يروح الاداره الزراعيه ولا يروح المديريه ولا يروح المديريه الزراعه يستفيد. بالظبط كده. تمام. نتكلم عشان مشاهدينا دلوقتي اللي سامعنا يروح سعادتك قسم الاراضي والمياه وياخد التفاصيل كامله اللي هي تابعه المديريه الزراعه في الاقصر. متهيألي كمان في بكره ان شاء الله تعالى ندوه ارشاديه على الاسمده على المبيدات. ده مكانها فين يا فندم؟ في 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 المديريه عندنا في الاقصر في قسم الارشاد. تبدا من الساعه كام لكام؟ من 10 هي المده 3 ايام هتستمر 3 ايام ساعات. تمام. بكره وبعد ان شاء الله من الساعه 10 الصبح. من 10 الصبح بقى لغايه الساعه 1 او 2. تمام. دي بتكلم على الاسمده. على الاسمده والمبيدات. ده بروتوكول بين وزاره الزراعه ومديريه الزراعه في الاقصر. تمام. كده احنا يعني على الجهد المبذول في هذا القطاع العريق، قطاع الارشاد الزراعي، الصراحه كل التحيه والتقدير للقسم اللي حضرتك اللي هو تابع للارشاد الزراعي اللي احدى دعائم هذا القطاع اللي هي مصر الزراعيه. القناة يعني. نروح لمشروعات تانية في الأقصر زي مشروعات مثلا البتلو، الثروة الحيوانية، حابين برضو ننوه احنا ايه اللي كان موجود وايه برضو اللي محطوط في خطة حضرتك لتطويره. والله انا بنزلل كل العقبات بحيث ان الناس تستفيد من مبادرة السيد رئيس الجمهورية في الحصول على القروض عشان تستغلها في موضوع الحصول على اذا كانت سلالات جيده او بتيلو او حتى مزارع دواجن. صحيح. فاحنا الحقيقه في ناس يعني في خلال من 1/1/2022 حتى تاريخه عملنا 150 تصريح تشغيل مؤقت لمزارع ماشيه سواء عشار او تحت العشار. واخد بس سعادتك. وفي 50 عملنا تشغيل 50 برضو لحلاب، واخد بال حضرتك، وبتلو 130 تصريح في الفترة دي. واحنا بنناشد الناس اللي هم أهلنا في الأقصر والمزارعين يحاولوا يستفيدوا بالمبادرة بتاع السيد رئيس الجمهورية. دي مبادرة طبعا 5%، هيلاقوا مننا كل التسهيلات، ما عليه إلا أنه يجي قسم الإنتاج الحيواني في مديرية الزراعة بالأقصر، وإن شاء الله هنزلل له كل العقبات. طب ممكن أستاذنك يا باشمهندس ند خطوط عريضة، أنا عايز أعمل المشروع وهي نفس الإجراءات متهيألي اللي كانت في بني سويف هي اللي هتبقى في الأقصر. أعمل إيه خطوة رقم واحد؟ هو سعادتك بيقدم طلب لقسم الانتاج الحيواني وتطلع اللي هو موجود في المديريات او الادارات. تمام. وقسم الانتاج الحيواني بيطلع يعمل معاينه بالمشاركه مع الطب البيطري وبنك الزراعي باسم معاينه ثلاثيه. تمام. بعد كده بيروح الورق بيستوفى بيطلع على الوزاره على القطاع الانتاج الحيواني بياخد الموافقه بالتشغيل، خلاص بيروح البنك بيصرف لقيمه القرض. دي الاجراءات اللي بتتابع. طب والرخصه بياخدها طبعا بالتبعيه من اللجنه او من بتجيله على المديريه على مديريه الزراعه. بتجيله على مديريه الزراعه. تمام. طيب مشروعات تاني بالنسبه للثروه الحيوانيه هناك ممكن تكون موجوده في الاقصر، يعني خاصه مثلا بالجمال
دي هناك خاص ليه برضه تابع الثروه الحيوانيه اللي موجوده؟ بس هم بس هم مركزين على الماشيه اللي هو الابقار. تمام. الابقار طيب. سواء حلاب او لحم. مراكز تجميع الالبان الاقصر نصيبها كام فيه؟ والله انا لسه ما عنديش احصائيه بمراكز تجميع الالبان. ما عنديش احصائيه بها لحد دلوقتي يعني. بس هو ان شاء الله تعالى باذن الله. طبعا هي اصلا دي يعني مبادره من صاحب الفخامه فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي. نعم. ومنتشر على مستوى الجمهوريه. واكيد كمان القطاع الخاص حضرتك شايف ازاي نشجعه ان هو يستثمر، خصوصا الامن الغذائي هو رقم واحد ومصدر دايما المشهد. طبعا ازاي نشجع الناس اللي تيجي تستثمر في القطاع الزراعي في الاقصر؟ والله احنا بنذللهم كل العقبات للحصول على القرض بتسهيلات يعني حلوه. ده 5% ده يعتبر مش فايده واخد بال سعادتك، ويستغلها ويجيب سلالات محسنه. احنا بعتنا حوالي 150 طلب للبنك الزراعي لصرف ابقار سلالات محسنه، 150 طلب وان شاء الله واخد بال حضرتك. فاحنا بندعو الناس انها تستفيد بمبادره الساده رئيس الجمهوريه. صحيح. خد بال سعادتك يعني عشان ينموا حتى اقتصادياتهم. صحيح. يعني صحيح. طيب التمكين الاقتصادي للمراه ده برضو من احدى المهام اللي هي الدوله حاطه ايدها في بقوه، واكيد برضو نفس الاجراءات مشابهه في بني سويف وفي كل المحافظات، وبالذات كمان لما تيجي على الاقصر اهالينا اللي هي الست الاصيله الجدعه يعني زي هوانم مصر. ايه اللي موجود في الخطه او اللي موجود برضو في او كان موجود وحضرتك حابب نزوده بالنسبه للتمكين الاقتصادي المشروعات الصغيره والمتوسطه؟ البرنامج المتغيرات المناخيه كان قام بمبادره من حوالي 10 ايام كده. وزع بط على الستات وعلى صغار يعني على الستات في البيوت. وزع كميه من البط كنوع من المساعده يعني لدخلهم وكده يعني. ده اللي انا عاصرته في الفتره الاخيره دي. ده اقرب مشاريع موجوده. اقرب مشاريع دي مبادره من التغيرات المناخيه اللي هي بتتبع هيئه الغذاء العالمي. تغيير بالنسبه للتغيرات المناخيه، تغيير الدوره الزراعيه حضراتكم برضو بتساعدوا الناس او بتعملوا ندوات ارشاديه علشان تفهموا اللي ما عادتش الدوره الزراعيه في مواعيدها الطبيعيه فلازم يتاقلم مع الوضع الجديد؟ هو شوف بالنسبة للأقصر لها طبيعة خاصة. هي مركزة على موضوع القصب واخد بالك كمحصول أساسي في البلد، وعلى القمح وعلى الطماطم في الشتوي. فيعني ما تأثرتش قوي بالتغيرات المناخية لأن ثقافة المزارع لسه ده المحاصيل دي بتدر مردود كويس ليه. فهو ملتزم بالمحاصيل اللي هو ماشي عليها واخد بسعادتك. يعني هي الدورة الزراعية بتاعته دي، الدورة الزراعية بتاعته دي قصب، قمح في الشتاء، طماطم في الشتاء. تمام. بس سعادتك فهو ملتزم بكده. وطبعا فيه ثوابت بقى اذا كانت فواكه. صحيح. دي بتبقى ثوابت يعني بتستمر سنين عديدة يعني. الملف الشبيه في كل المحافظات، التعديات على الأراضي الزراعية وتفعيل القانون بحزم وبقوة، ما فيش مجال للرفاهية اللي هو قانون 7 لقانون التعديات على الأراضي الزراعية. ما عرض على حضرتك أو لما قريت الخريطة الزراعية في محافظة الأقصر، إحنا يعني في تعديات، وإيه هي الطريقة المثلى إن إحنا نتراجع عن هذه التعديات أو مش هنسمح بيها أو اللي ببال حضرتك يعني؟ والله كان في الفترة اللي فاتت دي كان سيد رئيس الوزراء كان طلع قرار 533 بتشكيل لجان لمنع التعديات. واللجان دي بتبقى على مستوى المحافظة وعلى مستوى المركز وعلى مستوى القرية. والسيد محافظ الأقصر بناء على القرار 533 طلع قرار 66 بتشكيل وتفعيل اللجان دي. اللجان دي قايمه بمجهود رهيب على الارض لدرجه ان الحمد لله كل التعديات اللي بتتم دلوقتي بيتم ازالتها في المهد. يعني من 1/1/2022 حتى 31/5/2022 حضرتك كان فيه 349 حاله تعدي
اتزال منهم 345 حاله. يعني 98% بالظبط. لا ده حوالي 99 فاربع حالات بس اللي هم كانوا اعتراض، واللجان قايمه بمجهود، وطبعا بتشجيع من السيد محافظ الاقصر الحقيقه قايم بمجهود كبير جدا مع رؤساء المركز واجتماعات دوريه ومع مندوبين الامن. السيد مدير امن اسيوط بيطلع معانا برضو وبيكلف الامن معانا في ازاله التعديات، والحمد لله اللجان قايمه بواجبها. يعني شوف سعادتك الاحصائيه لما يكون 349 مخالفه او تعدي يتزال منهم 345. صح، ده رقم مطمئن. صحيح، بفضل الله وفضل مجهود الناس اللي قايمه على ازاله التعديات. والله انا باكد كلام حضرتك، اصل ما عندناش رفاهيه الاختيار. هو ما ينفعش ان انا اتعدى على الارض الزراعيه النهارده لما اكون الاقي كل الاراضي الزراعيه اصبحت يعني بقدره قادر كده خرسانه وعماير، طب هاكل منين؟ ما هو ده المحصلة. فدور برضو كل الجزء الكبير جاي على عاتق رجال وزارة الزراعة ومديرات الزراعة كل في مكانه يعني. نعم. حضرتك شايف برضو الناس مستجيبة؟ يعني الرقم ده قل عن الأول ولا رقم يخض فبالتالي احنا تجنبناه؟ الحمد لله كانت فيه الموجة 19 الخاصة بالإزالات قامت بمجهود رهيب جدا على مستوى الجمهورية. طب مش على مستوى ثقافة الناس يا باشمهندس؟ ما هو سعادتك لما وده يهمني قوي، لان ده يعني السر في الحدوته. شوف، هو تطبيق القانون هو اللي بيغير ثقافه الناس. هسه اي واحد عايز يخالف هيخالف، لو ما لقيش رادع من القانون هيخالف. صح، واخد بس سعادتك. انما الحقيقه كانت الحكومه عملت الموجه 19 في جميع انحاء الجمهوريه، قامت بمجهود جبار، غيرت مفاهيم الناس. اللي عايز يخالف خلاص خد راجع، واخد بس سعادتك. الحاجات اللي هي الاستثناءات اللي هو بيتعدى بينزلها في المهد بناء على قرار رئيس مجلس الوزراء. ما عرض على حضرتك في بالنسبه للرقم وصلنا لحد فين في الكارت الذكي بالنسبه لمحافظه الاقصر؟ اولا الكارت الذكي احنا عدد الحائزين في محافظه الاقصر 80,000 حائز. الطبع 53,000 كارت، واخد بس سعادتك. اتوزع من 53,000 كارت على المزارعين 37,000 كارت، وفي 5,000 ما توزعوش لاسباب قانونيه ورثه ومحاكم ووفاه، واخد بس سعادتك. وفي 11,000 كارت لسه في البنك. فيعني المشروع ماشي كويس بفضل الله، والفرق بين ال 80,000 وال 53,000 لسه شغالين. الجمعيات المحليه شغاله بتطبع استمارات للمزارعين، كل مزارع بيجي ما بنصرفلوش كيماوي الا لما يجي يعمل الاستماره. أيوة. عشان يطلع يطبع له الكارت الذكي. يعني ده اساسي. ده من غير الكارت الذكي ما يعني ما يصرفش كده بالبلدي كده، ما تتعشمش انك هتاخد السماد، لان خلاص ده نظام وقانون. بالظبط. ايه بقى مزايا الكارت الذكي؟ يعني انا لو خدته لا بيحفظ حصتك في الكيماوي، بتبقى عارف ازاي. تمام. عارف ازاي انت خدت ولا ما خدتش. واخد بالك. بيحفظ لك البيانات بتاع الحيازه بتاعتك، مفيش تلاعب. واخد بحضرتك يعني. صحيح. الحيازات الوهميه لو اكيد حضرتك كله بيشتغل يعني. مميزات الكارت الفلاح ان كل الحيازات بتتغربل، مفيش حيازات وهميه دلوقتي. واخد بالك، هي حيازات فعليه. واخد بال حضرتك. فكله مزايا، كله مزايا الكارت الفلاح بصراحه يعني. في زراعات بطبيعه الارض، حضرتك مهندس زراعي واشتغلت في القمح، في زراعات معينه حابب انها تلاقيها عينك تشوفها في محافظه الاقصر؟ والله انا يعني من خلال طبيعتي وشغلي وخبرتي اتمنى القمح يسود. صح. يعني الجمهوريه كلها. الجمهوريه كلها. احنا مش طبعا مش هيطغى على القصب، لان القصب برضو مش محصول استراتيجي. صحيح. انا عايز زراعات القمح بصراحه لانه برضو محصول استراتيجي وامن قومي. انه يزيد، لان انا عندي عشق بمحصول القمح. لان انا ساعه رحت السعوديه واستلمت مشروع كبير، مشروع زراعه قمح بطريقه الري المحوري، وخدت فيه خبره كويسه، فحصل زي ما تقول كده محبه بينه وبين هذا المحصول. فاتمنى ان القمح يزرع بكثافه، يعني حتى كموضوع امن قومي. الحقيقه يعني. صحيح. احنا اتكلمنا عن الري الحقلي والري بالتنقيط والري الحديث، ولكن برضه حابب اذكر
تاني واستثمر وجود حضرتك معايا، اللي حابب يبدا في في اللي هو يعدل او يغير كمان مسار الري عنده يروح لمين؟ يروح لقسم لقسم الاراضي والمياه. وهنعمل له الاستماره ونخاطب بها البنك ونخاطب بها التوجيه المائي، واخد بال سعادتك، وتاخد الاجراءات. وفي دعم من الدوله صح؟ ده هي الدعم. طيب انا حابب برضو نقول للناس ايه طبيعه الدعم ده اللي موجود، وانت لما هتروح هتلاقي مزايا 1 2 3. ما عليك، ده الحكومه هي اللي بتقوم بالمشروع كله. بس في ناس واصله لها الموضوع يعني شويه مغاير عن كده. لا يعني الدوله بتقوم بالمشروع كله وبتخصم مبلغ بسيط اللي هي التكلفه، وعلى مدار سنين، زي موضوع سعادتك الزواريه او الصرف المغطى. الصرف المغطى في بدايته الناس كانت معارضاه، وبتقول لك الحكومه هتاخد مني الفلوس. تاخد من ثبت ان الارض ان الصرف المغطى هو اللي احيا الاراضي احياها. والتكلفه بسيطه جدا، بتتقسم على 10 سنين ولا 20 سنه. فالري يعني انت هيوفر عليك سحب مكنه، ويوفر عليك اعطال مكنه، ويوفر عليك جاز، ويوفر عليك. صحيح. ده كلها استفاده بالنسبه للفلاح. كلها استفاده. صحيح. فنتمنى ان الناس يعني ايه تحزو حزو الناس، هم يروحوا يشوفوا الري المتطور اتطبق فين، ويروحوا يشوفوه وما يعرفوا مزاياه. كله مزايا، كله مزايا. وحضرتك بتقول يا استاذ مشروع الدوله، فمعنى ان الدوله هي اللي تتبنى هذه المبادرة كمان، والرئيس والبنك طبعا. ده اكيد ده منطق. احنا بس بنلفت نظر ناس، اصلا ناس زي ما حضرتك قلت كلمة معلومة مهمة جدا، روح شوف وتعالى، فالتجربة يعني خير شاهد. هتلاقي نفس المزايا الكتيرة اللي هي خاصة بالري الحديث ده، هياخد في بني سويف وبعض القرى مشروع ناجح جدا بدرجة امتياز. يكفي ان الفلاح بيبقى لابس جلابيته نظيفه، يا دوبك هيفتح محبس كده ينزل الميه على الارض. صحيح. لا بيجر مكنه ولا اعطال ولا جاز ولا زيت ولا ميكانيك ولا كله ده. محتاجين احنا التطوير وشغل الابحاث والارشاد كمان الزراعي اللي نازل بقوه ده. نعم. طيب انا عايز اروح لحاجه اللي هي احنا اتكلمنا على التمكين الاقتصادي للمراه، ولكن ايه هي المشروعات اللي ممكن تطرحها المديريه، مشروعات سواء صغيرة أو متناهية الصغر للشباب أو للمرأة موجودة وأنا مش واخد بالي منها كمواطن؟ يعني تقول لهم أنا عندي، ما هو ده هيكون على غراء اللي كان موجود في بنسوف. يعني إيه اللي موجود في الخطة أو عند المديرية ماذا تقدم لصغار المزارعين أو المستثمر الزراعي؟ يعني نعم نعم، هو بالنسبة للمرأة المفروض ترجع لسابق عادها إنها تربي الطيور في البيت، وتحاول تستغني عن شراء الطيور من بره. يعني من ساعة القرية ما تغير وضعها ان الفلاح بيشتري كل حاجة من بره. تمام. الامور اختلفت. ليه الفلاح صحيح، ليه الفلاح والفلاحة الست الفلاحة زي اهالينا زمان ما يربوش الطيور في البيت؟ ليه ما يخبزوش خبزهم في البيت على اساس يستغنوا عن بره؟ صحيح. في عندنا بقى بنعمل ندوات ارشادية، بيروحوا الجمعيات الزراعية بيجتمعوا مع الستات دي وبيعرفوهم يعني طريقة التربية ورائدات الرفيات. صحيح. أخي بل حضرتك كده يعني شهادتنا مجروح احنا في قطاع الارشاد الزراعي، ورأسهم هذا الموهوب والمحبوب دكتور علاء عزوز. الصراحة قطاع الارشاد الزراعي تقريبا هو يعني العقل الناير للتواصل. نعم. ما بين يعني خبرة الفلاح وبحث الباحث والمديريات، يعني حلقة الوصل ده موجود. نعم. ده هناك موجود وبقوة حضرتك. طبعا حضرتك بتذكر قطاع الإرشاد كتير. أيوة طبعا. فتقريبا هو ده يعني حلقة الوصل اللي موجودة يعني. طبعا. عند الإرشاد قايم بدور كويس جدا. وكل حتى المبادرات اللي بتيجي للمديرية بترسع على الإرشاد أصلا. بالنسبة لتشجيع الناس لري الحديث، كانت ضمن المبادرة دي معلومة وحضرتك لو هي أكيد تأكدها لي، أنه في كارت زيرو فوائد بالنسبة للكارت اللي بياخده الفلاح صح؟ بالنسبة لإيه؟ بالنسبة لري الحديث البنك الزراعي، كارت البنك الزراعي بيديله كارت تاني مزايا. تقصد كارت الفلاح؟ ما هو كارت الفلاح يعني ما معلاش مصاريف ولا حاجه. كارت كارت الفلاح اللي هو كارت الزكاه تقصد؟ ما عليهوش كده اي مصاريف اداريه. لا لا لا، ما فيش الا 50 يعني جنيه. ما يتخوفش تاني. تفعيل بس، تفعيل الكارت ب 50 جنيه تقريبا. بس وخلاص. تمام. انما بدون تكلفه على المزارع بالمره. بدون تكلفه على المزارع بالمره. تمام.
طيب نصيحة في خطوط كده عريضة لأهالينا هناك المزارعين، حابب برضو تلفت نظرهم لإيه، تنبههم يجوا المديرية التعاون. نعم. يبقى مستس يعني يزيد أكتر من كده يعني. أنا اللي كل اللي أنصح به إخواننا المزارعين في الأقصر وغير الأقصر يعني كل مزارعين الجمهورية كلهم يتجهوا نحو تطوير الري، يشجعوا تطوير الري لأن كله استفادة ليهم وللدولة. يعني هيوفر مية كتيرة طبعا، انت عارف المسائي والترع بتبقى الهدري فيها كتير سواء بالبخرة او بالنتحة او كده كتير او التصرف في الارض ده، هتوفر على الدولة مية كتير وهتوفر على المزارع مجهود وفلوس. صحيح. مجهود وفلوس يعني ومشقة. بقول لسعادتك وواقف بجلابيته النظيفه كده هيفتح المحبس الميه هتنزل. صحيح. هتنزل له في الغيط. صحيح. واخد بالك. ده اهم حاجه، وهي سياسه الدوله قايمه على التطوير الري. يا ريت الساده المزارعين واخواننا الفلاحين يعاونوا الدوله ويستجيبوا لها في هذا المطار. طيب. وطبعا بنناشد برضو لاخواننا المزارعين اللي عنده قمح لسه ما وردوش يوردوا، لان ده صحيح. موضوع امن قومي بالنسبه للدوله. ايوه ده موضوع ده يعني امن قومي بالنسبه للدوله. وبشجع مزارعينا في الاقصر، اتمنى انكم تتجهوا للزراعه بالشكل لان كلها فوائد. صح. كلها فوائد الزراعه بالشكل، كلها بتختصر لك وقت اقل حاجه شهرين. اقل حاجه شهرين. صحيح. تاني بتدي لك تفرعات كتيره جدا. تالت حاجة الشتل النباتات بتبقى طالعة معقمة ما بتصابش بالأمراض الفطرية وخصوصا التفحم الصوتي. واخد بال حضرتك. صحيح. فكلها مزايا، كلها مزايا. أنا استمتعت بلقاء حضرتك السارق كده، اللي هو عدى الوقت مع حضرتك بسرعة، وإن شاء الله ربنا يكتب لك النجاح والخير وطريق وشه حلو. حضرتك بتكلم بحمية وبإخلاص، وألف مبروك على المنصب والله يعينك على هذه المسؤولية. تحياتي ليك يا باشمهندس. شكرا يا فندم. شكرا. مشاهدينا خلصت حلقة النهاردة، وكانت من عنوانها أرضنا الطيبة الأقصر الحبيبة. ربنا يكتب الخير إن شاء الله تعالى لكل صاحب أرض وكل صاحب نقطة عرق، يا رب تنزل وترجع له كده بالخير والبركة إن شاء الله تعالى. كل راجع على مصرنا الحبيبة. شكرا لضيف الكريم مهندس رفعت عيد وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الأقصر. الشكر موصول للكاتب الصحفي مدحت محي الدين رئيس تحرير برنامج. أشوفكم إن شاء الله في يوم جديد من طريقي من أدب وسياسة وفن ورياضة. في أمان الله.